صلصه فيها الفواكه البري ديالنا وجده، ما كيطحنوها ما والو، كيخليوها صاينه. ها انتما ماسكاربون ديالي وجدتو، هادو الفواكه البري اللي وجدتهم معكم، خليتهم حتى بردوا تماما. وجدت واحد الكاس باش غنديروا فيه ماسكاربوني، وغنشارك معكم كيفاش كيزينوه وكيفاش كيقدموه، غير باش تاخذوا الفكره على اشنو كاين. صافي كياخذوا شويه ديال هاد الفواكه كيديروهم على ماسكاربوني، ها انتما كيفاش كيبان. صافي كيقدموه بالصحه والراحه، ها انتما كيفاش كيبان. ها انتم هذه الصاله الثانيه، ها انتم ديزين في الطار اللي كيحطوها لا سي كوزا فايت كوا اوجي. allora adesso appena finito di pulire le cornici ovvero tutte le vetrate. Brava, sì. Perché bisogna sempre mangiare nel finito. E niente, abbiamo apparecchiato. Adesso la Martina sta preparando i tavoli per stasera. Ecco, e invece la ma aspetta che non ho filmato niente prima. Tu cosa stai facendo, Gritta? Perché non avevo filmato niente, pensavo che stavo filmando, invece niente. Sto pulendo. Brava, stiamo disinfettando tutta la pizzeria prima che vengano i clienti, vero? Esatto, perché come ha detto la Nella bisogna mangiare nel pulito. Bravissima, hantuma katshufu kanaqmu kulshi qabel ma yjiw lkliyan. حتى انا غنمشي باش ندير الشغالات هذاك اليوم فادو فار لي مي كوزي. ها انتم لداخل كيديروا الطبالي حتى على برا، انا دابا كاين الصيف وكيصوبوا الطبالي. دوكو زا فايدي بي ريكي او جينا فاتشامو الفيديو. نو اجي نو نون تي با نو دابا نويلي شي نويلي هو داك بلي فار الفيديو للصاله. هانتوما البنات كياخذوا نفس العجينه ديال البيتزا اللي ديجا شاركتها معكم، كيطلقوها يعني كبيره كيسميو ليها ميتزو مترو، تيدخلوها الفران حتى كطيب وتاخذ اللون الذهبي تيخرجوها. انا عند بالي كنت كنصور الساعه ما صورت حتى حاجه. صافي كيخرجوها من الفران كيديروها في الكرتونه تيدهنوها بنوتيلا ولا بالشوكولات ديال الدهن، تيقطعوها كياخذوا السكر الثقيل كيدردلو عليها وتيدردلو عليها شويه ديال الفانيد وكيقدموه للكليان ديالهم. ها انتما كتشوفوا دابا السربايه كدردل السكر الثقيل وتقاد عليها، خدات الباكيه غادي تحلها وغادي تدير في هذيك هذيك اللعيبه اللي كيديروا فيها السكر الثقيل اللي كيرشوا بها الحلويات ديالهم، غدير فيها السكر الثقيل وغادي تعاود ترش على هاد البيتزا ديال نوتيلا وبهذا وبالفانيد، كتجي اكثر من رائعه في المذاق وفي المنظر. نتوما الا ما بغيتوش ديروا نوتيلا تقدروا ديروا هذا، تقدروا اي شوكولات ديال الدهن كتستعملوه. دابا غنشارك معكم
واحد البيتزا اخرى اللي تقريبا بحال هذه، ولكن هذيك زادوا عليها ماسكربوني. ها نتوما دردلات على البيتزا ديال الشوكولاته، شويه ديال السكر الثقيل، وكدير عليه شويه ديال الفانيد كما كتشوفوا. صافي كتسد الكرتونه كتديها للكليان ديالهم. كما قلت لكم في الاول خليكم معايا باش غادي توجد معاكم البيتزا الثانيه بنوتيلا، ولكن هذيك كتزيد عليها ماسكربوني. وانتم كيرجع لكم الاختيار، تقدروا ديروا حتى بالكوفيتير، يعني اي كوفيتير عندكم في الدار، ولا اي شوكولات ديال الدهن عندكم في الدار. ها انتم كتشوفوا السربايه داتها للكليان ديالهم. ها انتم نفس العجينه كما قلت لكم ديال البيتزا، غير هذه داروها الصغيره على الشكل ديال البيتزا. طيبوها حتى هي، ما كيديروا عليها لا الزيت لا حتى حاجه، غير كيطيبوا العجينه هكاك وكتبقى رطبه. صافي كيدهنوها بالشوكولات ديال الدهن. من بعد غادي تاخذ ماسكربوني كتحطو على البيتزا ديالنا. هانتوما كتشوفوا داك ماسكربون اللي صوبتو معاكم، حتى هو حطيت لكم الفيديو على القناه. هاد ماسكربون يعني كيقدموه بعده ديال الطرق، ولكن نفس ماسكربون، ولكن كي الطريقه باش كيقدموه هي اللي مختلفه. صافي كيديروا ماسكربوني كما كتشوفوا على الشوكولات. غادي تدردل شويه ديال السكر الثقيل، شويه ديال الفانيد، وغادي تسد البيتزا وكديها للكليان ديالهم. علاش قلت لكم كيقدموا هذاك ماسكربوني بعده الطرق، تيعمروا به الحلويات ديال العيد الميلاد، يعني الحلويات ديال الجينواز، تيعمروا بها لي كريب، تيعمروا بها هذا اي حلوه تيصوبوها تيعمروها بهذا ماسكربوني، يا اما تيخلطوه مع الشوكولات ولا مع الكاكاو المار ولا غير هكاك، يعني تيعمروا به الحلويات. تيعتمدوا في يعني على هذا ماسكربوني في كل شيء، يعني تيستعملوه في كل شيء. المذاق ديالو رائع جدا، تبعوا غير الطريقه اللي كنت حطيتها لكم على الفيديو، والمقادير غادي تحصلوا على بحال هذا. غير كاينين بزاف ديال الكليان ديالهم كيتشكاو ملي كيصوبوه في الدار، كيجي لهم جاري كيقولوا لهم علاش ديالكم ديما واقف، ولكن هما ما تيبغيوش يعطيو لهم السر ديالهم. السر ديالهم راني عطيت لكم المقادير وعطيت لكم الاسرار ديالهم، باش يعني يبقى هذاك ماسكربوني واقف وتيجي بنين. هذا هاد لاغوسيت ديالهم هي التقليديه وديال ديما، يعني من بكري وهما كيستعملوه، شي مده ديال 20 عام ولا 25 عام وهما حالين دائما كيستعملوا هذيك لاغوسيت ديال الماسكربون. هذيك البيتزا البنات كيديوها يعني عوض ما ياخذوا الحلوه، كياخذوا هذيك البيتزا بنوتيلا وبهذا وبالكريمه في البلاصه ديال الحلوه، يعني باش يبدلوا شويه. بحال الا خديتوا الخبز وتعمروه بالشوكولاته وديروا فيه لاكريم وديروا فيها هذاك الفانيد وشويه ديال السكر الثقيل، هذا الشيء اللي كاين. تقدروا يعني تصوبوها في الدار، يعني بسيطه سهله ومهله. والعجينه ديال البيتزا ديجا شاركتها معاكم. هذا هو هذا الفيديو. هذا دابا غادي ندوزو باش نصوب معاكم الفواكه البري مع السليل اللي كيزينوا بهم الكريمات ديالهم، الكريم ديال الماسكربوني ولا باناكوتا. خليوكم معايا. هانتوما كنشعلوا الفران باش غادي نوجدوا الفواكه معسله. كنديروا الفواكه البري في واحد القميله، كنزيدوا شويه ديال السكر، كنمشيو عينا ميزاننا البنات، ما كنعبروا حتى حاجه، كنديروا واحد نص كاس ديال الماء. فارسيمي سالاتينا بيكولا بيكولا per Morris senza pomodori. Va bene, piccola però fatta. Perché sennò si arrabbia. Okay. Ti do la ciotola grande perché c'è solo questa, però piccola. Grazie. A te. Ciao. Hadi Martina che ti sobe una salata, una di salata per i clienti. المهم البنات غادي نرجعوا باش نجدوا الفواكه البري ديالنا. صافي كنخليها حتى كتغلى ونشف هذاك الماء ونعاود نتلقاو هاد الفواكه البري. كيديروها مع باناكوتا اللي ديجا وجدتها معاكم، حطيت لكم لا فيديو ماسكربوني، حتى هو حطيت لكم لا فيديو. هادو كيزينوا بهم ماسكربوني من الفوق، كيجي واحد المذاق هائل. صافي ها انتما غادي نحركوا شويه باش يذوب هذاك السكر.
وهذا كنخلطوه مزيان باش ندمجوا ليا هاد العناصر كلهم مع بعضهم. كما قلت لكم كنخليوه حتى كيغلى وتعقد لينا هذا الماء حتى تعقد، وعاد نعاودو نطلقوه باش غادي نخويوها فواحد الزليفون نخليوها حتى كتبرد. صافي كنديها للثلاجة، كل ما كيطلب شي واحد ماسكربوني ولا باناكوطا كياخدوه وكيزينو بها ماسكربون ولا باناكوطا. صافي هانتيما هانتوما الفواكه البري ديالنا بدات كتغلى. صافي مرة مرة كنحرك فيها حتى كينشف هداك الماء وكيولي على الشكل ديال السيروب. صافي كنحيو عليه هادوك المقادير ديال الماسكربوني ديجا وجدتهم، جوج كيلو ديال الماسكربوني البيض والسكر ديجا وجدت معاكم ماسكربوني. انا حطيت لكم الفيديو على القناة وغنحط لكم الرابط في صندوق الوصف. صافي صافي ها الفواكه البري ديالنا واجده، ما كيطحنوها ما والو كيخليوها صاينه. ها نتوما ديجا وجدت زليفه فين غادي نحط هذا، فين غادي نحط الفواكه البري ديالنا. كنت كنشد التليفون بواحد اليد وكنخوي وكنخدم بوحده. ها نتوما ماسكربون ديالنا وجدناه، ها نتوما ماسكربون ديالي وجدته. هادو الفواكه البري اللي وجدتهم معكم، خليتهم حتى بردوا تماما. وجدت واحد الكاس باش غنديروا فيه ماسكربوني وغنشارك معكم كيفاش كيزينوه وكيفاش كيقدموا، غير باش تاخذوا الفكره على اشنو كاين. صافي غير كيديروه في الكيسان، ما كيديروه لا في الجيب الحلواني لا حتى حاجه. كياخذوا شويه ديال هاد الفواكه كيديروهم على ماسكربوني، ها انتما كيفاش كيبان. صافي تيقدموه بالصحه والراحه. ها انتما ماسكربوني ديالنا تيجي اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. تيزينوه يا اما بنوتيلا اللي ديجا شفتها معاكم، يا اما هذا بالفواكه البري، يا اما بالحبيبات ديال الشوكولاتة، يا اما بالشوكولاتة المقطع، يعني على حسب الكليان ديالهم شنو طلبوا لكم. ها انتما كيفاش كيبان، هذه واحد النوع ديال البيتزا البنات كيديروها بلا العجينه بالخميره البلديه، تيعجنوا العجينه تيخليوها في الثلاجه لمده ديال الليله كامله حتى الغد ليه، عاد كيقرصوها وكيديروا عليها شويه ديال المطيشه وشويه ديال اوريغانو شويه ديال الحبق وشويه ديال هذا شويه ديال الكنور من الفوق. الا بغيتوا يشاركوها معكم كتبوها لي في الكومونتير رانا غادي نشاركها معكم. هانتوما كتجي رطبه وكتجي مهويه وكتجي خفيفه وكتجي لذيذه بزاف، كتجي بحال العجينه ديال الكرواسه كتجي من الداخل كلها خاويه. الا بغيتوها كما قلت لكم كتبوها ليا في الكومونتير وانا غندير لكم الفيديو مختص بها، لا هي لا العجين ديالها والمقادير ديالها والطريقه ديالها. وبالنسبه للاناناس حتى هو كنقطعو بهذه الطريقه عاديه، كناخذ واحد اناناس كنقطعو على اربعه. صافي كنقطعو بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا في الفيديو. صافي كيقدموه للكليان ديالهم. Thank you.